منتدى الفيدراليات، هذه المنظمة اللي أسستها كندا بال 1999 ويقع موقعها في أوتوا، وبتم تمويلها من قبل 9 حكومات شريكة أخرى للموضوع للمنظمة، وهي شبكة تهتم بتعزيز التعلم الحكومي الدولي بشأن تحديات الحوكمة في الديمقراطيات متعددة المستويات، وهي تقدم كمان برامج المساعدة الإنمائية اللي بتعالج مجموعة متنوعة من التحديات في الحكومة في بعض البلدان وفي جميع أنحاء العالم، وذلك باستخدام نهج عملي لحل المشاكل بيعتمد بشكل كبير على الخبرة والمقارنة الدولية. في سبتمبر 2016 منحت حكومة كندا منتدى الفيدراليات تمويل لبرنامج مدته 7 سنوات بعنوان تمكين النساء لأدوار القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبيهدف على تعزيز الشمولية في الحوكمة، وأيضاً يتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحتى يعالج المشاكل بالمستقبل القريب وعلى المدى الطويل. رح يتم تنفيذ هذا البرنامج بالأردن وتونس والمغرب من أجل مساعدة أكثر من 5400 امرأة لحتى تزيد مشاركتهم وتمثيلهم على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك البرلمانات والحكومات المحلية والقادة بالائتلافات النسائية، وأيضاً ستدعم تعزيز مؤكد المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان من خلال تحسين المهارات في مجالات عدة مثل الإدارة العامة. إذن رح نحكي أكثر بهذا الموضوع ولكن بعد هذا التقرير. من أجل تمكين النساء لأدوار القيادة في المنطقة أقيم منتدى الفيدراليات الذي يعد منظمة حوكمة دولية أسستها كندا عام 1999، الهدف إلى تعزيز الشمولية في الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المستقبل القريب أو على المدى الطويل. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج في الأردن وتونس والمغرب لمساعدة ما يزيد عن 5400 امرأة لزيادة مشاركتهن وتمثيلهن على جميع مستويات الحكومة. وتم توقيع اتفاقية مع قناة رؤيا كشريك إعلامي لهذا المشروع في الأردن، حيث ستقوم رؤيا بإنتاج تقارير تشمل على تغطية نشاطات المشروع في الأردن، بالإضافة إلى قصص نجاح لسيدات أردنيات في عمان وأربع محافظات مادبة والسلط والكرك والطفيلة. بالنسبة لنا الشراكة كقناة رؤية، بالنسبة لنا شراكتنا مع منتدى الفيدراليات هي شراكة مهمة، خصوصا انها هي تعنى بتطوير مهارات المرأة في المحافظات وفي المجتمعات المحلية، وهذا البرنامج قناة رؤية ستكون له الراعي الإعلامي وستقوم بتغطية جميع النشاطات هذا المنتدى في المحافظات، بالذات في البلقاء وفي مادبة والكرك والطفيلة وبعض النشاطات أيضا في عمان. ونحن زي ما بتعرف إنه برامجنا الصباحية تهتم بالأسرة بشكل عام وبالمرأة، وبسعدنا إنه نبرز هاي النشاطات في برامجنا الصباحية. يذكر أن المشروع لديه تحالفات مع مجموعة من المؤسسات مثل منظمة النساء العربيات ومركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة ومعهد الإعلام الأردني، الذين سيقومون بتنفيذ النشاطات في مختلف المحافظات. التمكين السياسي بدأنا فيه منذ العام الماضي مع التعاون مع هذه المنظمة الدولية لمساعدة النساء اللي بدهم يوصلوا لمراكز قيادية في المجالس المحلية عندما كانت هناك انتخابات المجالس المحلية. الآن نحن بنسعى لاستمرار التعاون مع النساء اللواتي نجحنا في الوصول إلى مراكز صنع القرار. هلأ في النساء اللي وصلوا لمواقع صنع القرار بحاجة لمعرفة تفصيلية لأدوارهم لمسؤولياتهم، بحاجة لمعرفة كيف ممكن نحن ننمي العلاقة مع المجتمع المحلي. المشروع اللي نحن حصلنا عليه من خلال تمويل الحكومة الكندية
بينقسم إلى مجموعتين ضمن فكرة اللي هو تمكين المرأة للأدوار القيادية. المحور الأول كان هو على أساس أنه ناخذ إحنا مجموعة من السيدات في الكادر الإداري في جامعة اليرموك حتى نعطيهم فرصة للدخول إلى المواقع القيادية العليا داخل الجامعة، لأنه إحنا لاحظنا أنه فرصتهم للوصول إلى المراكز القيادية كانت محدودة جداً، وبالتالي حتى نلغي كل الفوارق والفجوات اللي ممكن تواجه النساء. المحور الثاني اللي نحن أخذناه أو الجانب الثاني في هذا البرنامج اللي أخذناه من الفورم أوف فيدريشنز اللي هو عملية التوعية، والتوعية أخذناها بأسلوب حديث يلغي الأسلوب التقليدي في الحصول على الاستماع من خلال محاضرات، من خلال جلوس مجموعة للاستماع. بالنسبة لنا في الأردن وبالذات في الجامعة الأردنية حقيقة تشرفنا بوجودنا كأعضاء في هذا المشروع، وبالذات من خلال مركز دراسات المرأة اللي من خلاله سوف ننفذ مشروعين مع الفورم، أحدهما مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. يهدف هذا المشروع لتقديم برنامج تدريبي متخصص للعاملين والعاملات في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبناء قدراتهم في مجال قضايا المرأة والقيادة والتشريعات وقضايا النوع الاجتماعي مفهوميا ومفاهيميا ونظريا وعمليا. جاءت مشاركتنا في هذا المشروع من أجل إبراز دور المرأة القيادية من خلال تدريب الصحفيين على كتابة أو تغطية القضايا، تغطية مشاركة المرأة الرائدة أو القيادية، وكذلك الأمر في البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني. لنحكي أكثر ولنعرف أكثر تفاصيل عن كل هالبرنامج رح نحكي مع السيدة شيلا إمبونو نائب الرئيس للمنتدى، وأيضاً أستاذة سوسن الطويل مديرة المشروع في الأردن. أهلا وسهلا وصباح الخير. Good morning. أهلا وسهلا. بداية يعني خلينا نحكي أكثر عن هالبرنامج، برنامج تمكين النساء لأدوار الريادة. Thank you very much for giving us this opportunity. لإعطائنا هذه الفرصة. This program هذا البرنامج for empowering women لتمكين المرأة للأدوار القيادية في الشرق الأوسط. هذا برنامج مدته 7 سنوات، مقدم من وممول من الحكومة الكندية، ومنتدى وهو مؤسسة دولية، وهو ومنتدى الفدراليات ينفذ المشروع. يغطي 3 دول: المغرب، تونس والأردن. لذلك هو كمشروع هرمي، إلا أن كل دولة لديها برنامجها الخاص فيها ليستجيب إلى الأولويات الوطنية. إنه برنامج يسعى إلى زيادة تواجد المرأة في الأدوار القيادية حتى تستطيع المرأة بالتأثير أكثر على السياسات والقرارات التي تؤثر بحياتهم. أستاذة سوسن، يعني خلينا نحكي عن، يعني قبل ما نحكي عن النشاطات اللي رح تصير بالأردن، نحكي عن أهمية هذه الشراكة، وخاصة قد ايه المرأة تحتاج لهذا النوع من البرامج لحتى نمكنها ونخليها موجودة فعلا بأماكن صنع القناة قرار. أول شيء شكرا لاستضافتكم. أنا بحب أحكي إنه هذا البرنامج هو جاء مكمل لما تفعله الحكومة الأردنية، لأنه بذلت الدولة الأردنية جهود عظيمة خلال العقود الماضية على تهيئة المناخ المناسب للنهوض بالمرأة، لكن نجد أنه لا زال المرأة تمثيلها قليل، مشاركتها الاقتصادية قليلة، وجودها في المراكز القيادية نسبتها ضئيلة. يعني في المراكز اتخاذ القرار شكل 23% فقط. فلذلك جاء هذا البرنامج ليتفاعل ويكمل ما هي الاحتياجات لنساعد على النهوض بالمرأة وبقيادتها
صقل مهاراتها. عملنا مع العديد من المؤسسات المحلية، منها ما لها علاقة في السيدات في المواقع القيادية مثل النساء الذين نجحن في الانتخابات في المحافظات أو مجالس البلدية والمحلية. ثم أيضا عملنا مع النساء اللي نهيئهم إلى الصف الأعلى، النساء المتواجدات في الأحزاب السياسية، عادة نجدها دائما في الصف الخلفي وليست مع. نعم في عندنا بعض القيادات من الموجودين في الأحزاب، لكن نحن بحاجة إنه نعمل أكثر حتى نخليها تقدر تكون جنبا إلى جنب مع الرجل في عملية اتخاذ القرار. نعم. كمان أخذنا شوط مع الطلاب في الجامعات. بتعرفي إنه في سن الجامعة هذا بيكون الجو مهيئ لهم لتقبل الوضع أو لتقبل المرأة أن تكون في مكان أو مجلس القيادة. لذلك اتجهنا إلى الدراما أو المسرحية، سيتم عرض مسرحية من خلال تعاون مع جامعة اليرموك مركز دراسات المرأة لعرض مسرحية تتعلق بهذا الجانب، ويتم تفاعل بين الجمهور والممثلين على المسرح. يعني رح تكون مسرحية تفاعلية. نعم نعم. وتطرح المواضيع اللي أنتم مهتمين فيها واللي حابين أنكم نعم تمكين المرأة منها. ثم هذا نلجأ له لماذا؟ لأنه إحنا بحاجة أيضا للتوعية في المجال العام للرجل والمرأة، وهذه البرامج هي ليست فقط للمرأة، أيضا للتوعية في المجتمع أكيد. بشكل عام على أهمية وجود المرأة ومشاركة وقيادية. تمام. إضافة أنه سيتم أيضا بناء مؤسسات، كيف نحكي بناء قدرات مؤسسية؟ رح نقوم بتدريب عدد من المدربين الذين يعملون في مجال النوع الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة. نعم. رح يكونوا مدربين، إضافة إلى وجود دليل تدريبي واحد يتم استخدامه على كافة المحافظات، نفس اللغة نفس المادة نفس المناهج. فبالتالي سيقل حاجتهم إلى دائما إلى أنه نعمل تدريب مدربين ما إلى ذلك، هم مؤهلين يقوموا بتدريب غيرهم ليصبح عنا عدد كبير من المدربين القادرين على نقل الرسالة وتوصيلها بشكل سليم. تمام. يعني إذا بدنا نرجع نحكي شوي عن الأردن تونس المغرب، عم نحكي عن ثلاث بلاد رح يتم فيها هذا المشروع، نحكي إيش هو الأشياء القريبة على بعض بهدول الثلاث بلاد وإيش الأشياء البعيدة عن بعض، وقدي المشوار طويل أو قصير من وجهة نظركم لتمكين المرأة أكيد. Well, the program has been approved for 7 years. عليه لمدة 7 سنوات. And actually, there are many similarities between the three countries. التشابهات بين الدول الثلاثة. ممكن هو ممكن أن القانون في تونس متقدم أكثر لأن الدستور لديهم متقدم بشكل أكبر من حيث حقوق المرأة. المجتمع المدني في تونس ناشط جدا. وربما هم متقدمين بخطوة أكثر. في المغرب أيضا البيئة المجتمعية نشطة جدا، لكن قد أقول أن الدول الثلاثة مهيكلة بنفس الطريقة. في كل دولة سوف نعمل مع القادة بها وعبر مشاركة أفضل المشاركات سوف نحسن مهامهم، بالإضافة إلى تحضير جيل قادم من القادة. هذا الجيل قد يحتاج إلى تدريب أكثر، وسوف نحاول الحصول على نساء صغيرات في العمر أكثر لنشاركهم في الأحزاب السياسية.
القيادة في الدول الثلاث لن تكون فقط للمناصب السياسية بل في كل فئات المجتمع. هنا في الأردن على سبيل المثال في جامعة اليرموك سوف نعمل مع المدراء لمساعدة النساء للوصول إلى وظائف أو مناصب مثل المدراء والمدراء العامين. سوف نعزز من قدراتهم لنزيد ثقتهم بنفسهم لنصل إلى هذه المناصب. هناك أيضا مشاريع أخرى في تونس والأردن كما نعم كما سوف يكون لدينا برامج أخرى حيث أننا سنحاول لن نحاول فقط إيجاد فرص أكثر للنساء بل نريد أيضا من المجتمع أن يكون متقبل أكثر للنساء في المناصب. لذلك فإن هذا البرامج هي للرجال والنساء لأن برامجنا تشمل النساء. حوالي 50% من المجتمع يمشون في اتجاه معين و 50% لا يتبعون هذا الاتجاه. لذلك لدينا هذه البرامج التي ستستهدف الرجال والنساء بعضهم النساء والرجال مجتمعين وبعضهم منفصلين وسوف بينما سيكون هناك مع مشتركة للصغار في العمر كما سوف نطور الرأس مال الفكري حيث أننا نقوم بدراسة دولية والتي تقوم بها منظمة قطر في تونس. هذا البرنامج سوف يتم تسمية رحلة في الوقت وهو سوف يحاول تقديم النساء في الأدوار القيادية في على المستويات المحلية في المجتمع المحلي ليس فقط في المستوى الوطني بل في المستويات المحلية. ومن قصص النجاح هذا سوف نحاول عمل تطبيق أو بروفايل للقادة ليجد النساء بينهم في هذه الأنماط. لذلك سوف يكون هناك مكون للأردن وللمغرب ولتونس كما سوف نعزز المؤسسات وندعمها بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني لمساعدتهم لمعالجة الأمور السياسية والحوكمة الشمولية. حكينا كثير على أهمية وجود الرجل أيضا ضمن هذا البرنامج لأنه زي ما تفضلت السيدة شيليا قالت أنه ما فينا نغير نص المجتمع ونص المجتمع الثاني عم بروح بمكان آخر. صحيح. نحكي شوي عن الفئة المستهدفة ونحكي أيضا حضرتك حكيتي بالمحافظات خلينا نحكي كمان وين بالمحافظات أي محافظات التارجت أو نعم. المستهدفة عندكم والفئة العمرية. المحافظات المستهدفة هي الطفيلة الكرك مادبا البلقاء. الفئات المستهدفة هي في الغالب لا نقول فئة واحدة لكنها لصالح المرأة. نستهدف الطلاب جامعات إناثا وذكورا، أيضا نستهدف المجتمع المحلي إناثا وذكورا الرجل والمرأة سوية، لكن الجميع يصب إلى تقبل وجود المرأة في مجال اتخاذ القرار ومشاركتها بحيث تكون قوية وقادرة على أن تشارك زميلها الرجل والقيام بالأعباء الملقاة على أعاتقهم سواء كانوا في المجالس المحافظات أو بالبرلمان أو في الجامعات. أيضا هناك برنامج ينفذ مع مركز الحياة سيكون عبارة عن تدريب 30 سيدة. هؤلاء السيدات سيكونوا هم من يقوموا بنشر التوعية العامة عن طريق إنجاز عدد من الاجتماعات في إما في منزلها أو في الأماكن العامة بحيث يتاح للمجلس المحلي أن يتقبل الفكرة. فبالتالي هي لما بتفتح بيتها عنوان الجلسات اسمها فنجان قهوة بيكون مفتوح كأنه للسولافة وما إلى ذلك. يتم التطرق إلى العديد من المفاهيم التي تم تدريب هؤلاء السيدات عليها. فبالتالي إذن الفئة المستهدفة هي المجتمع بشكل عام لصالح المرأة.
طبعا، وهذا كتير مهم، وإن شاء الله يا رب كل التوفيق لكم، أكيد مستمرين مع رؤية لحتى نضلنا على تواصل معاكم ونعرف إيش عم بيصير وإيش الخطوات القادمة. إذا نائب رئيس أذكر بس هاي أرجوكي، أيضا إحنا اتجهنا إلى برنامج توجيه للطلبة الماجستير في الجامعة الأردنية، سواء في الكليات العلوم الإنسانية أو السياسية، وذلك لإعطائهم وتدعيمهم بالتوجه نحو شوفوا موديل رول أو المرأة القيادية، نعمل معهم لقاء ومرافقة سواء لمرأة قائدة أو نائب وما إلى ذلك، لتكون بيكونوا على تواصل قريب فيما بينهم حتى يلقوا يأخذوا هذه المعرفة وهذه التجربة ويشوفوهم على الأرض الواقع. نعم. ويتواصلوا معهم. نعم. ويشوفوا كيف عم بيتحركوا. نعم، بتأثر عليهم حتى في رسالة الماجستير. أكيد. كيفية تبنيها، وسيتم نشر أهم من هذه الرسائل الماجستير على المنتدى، حيث يتم نشر هذه الرسالات الماجستير بشكل عالمي، فبالتالي بتعطي حافز للطلاب أنه يبذلوا جهد أكثر، ينقلوا للعالم الأردن وين صار في مجال المرأة. الحديث لا ينتهي عن تمكين المرأة، وأكيد الطريق طويل، ولكن مع كل هالمجهود الرائع أكيد قادرين أنه نستمر ونوصل لمكان جدا مهم للمرأة العربية بشكل عام والمرأة الأردنية بشكل خاص. شكرا جزيلا منتدى الفيدراليات أستاذة شيليا وأستاذة سوسن، يعطيكم العافية ويسعد صباحكم. شكرا، يسعد صباحكم.